أقول أيها الإخوة الكرام، جئنا إلى هذا المكان من أجل أن نحقق غاية شرعية مفادها أننا ندين الله عز وجل بأن قتيل الأمس هو أخونا. ندين الله عز وجل بحبه. أخوتنا معه أخوة المسلم للمسلم، والله لا يفرح بموته ولا يشمت بموته مؤمن أبدا، بل المؤمن يشعر بأن هذا الرجل قد جاهد في الله حق جهاده، وأنه كان شوكة في حلوق أعداء الله، وأنه كان شجا في حلوق المنافقين ومن يكرهون ما أنزل الله. يا أيها الإخوة الكرام، اجتمعنا في هذا المكان من أجل أن نعلن أخوتنا لقتيل الأمس. اجتمعتم في هذا المكان من أجل أن توجهوا رسالة للكفار والمنافقين أن أسامة بن لادن أخونا وولينا. هذول هم الشياطين، هذول هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث، ابن لادن شيطان خبيث خارجي، لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله. التكفير، التخريب، الإرهاب. لن ننسى جرائم تنظيم القاعدة، كفروا ولاة أمرنا ورجال أمننا. إن طواغيت الحكم الجاثمين على صدر الأمة في جزيرة العرب هم كفرة مرتدون. لا شك أن هذا التنظيم لا خير فيه، ولا هو في سبيل صلاح وفلاح. يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، وآخرون يقولون هم مجاهدون. إيش؟ يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، ويقول آخرون هم مجاهدون، فما رأيكم؟ نعم، مجاهدون في سبيل الشيطان. فما رأيكم؟ نعم، مجاهدون في سبيل الشيطان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين.